بالتزامن مع برودة الجو وهطول الأمطار، وضمن سلسلة العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية لتطهير الأراضي وملاحقة فلول الإرهاب وخلاياه النائمة التي تحاول اقتناص الفرصة لإعادة رص صفوفها، أحكمت قوات الحشد الشعبي قبضتها على شرقي صلاح الدين. وبحسب مقاتلي اللواء التاسع الفوج الأول، فإن العملية جاءت لتأمين قطع المسؤولية من التسللات خشية استغلال الإرهابيين الأحوال الجوية لإيجاد ثغرة للدخول واستهداف المدن الآمنة. قامت قطعاتنا بتفتيش بعض المناطق التي حصلنا على معلومات استخباراتية بوجود خلايا للدواعش، تم العثور على بعض المضافات، حرق بعض المضافات. الحمد لله والشكر الوضع مسيطر عليه تماما. بعد ورود معلومات استخبارية من قبل عناصرنا من عناصر الاستخبارات الموجودة في داخل الفوج بأن هناك تواجد لعصابات داعش الإرهابية في هذه المنطقة ما بين حول العويم والحدود الفاصلة بين صلاح الدين وعجالة، خرجت قوة من اللواء التاسع الفوج الأول لمتابعة هذه العناصر، وتم أثناء التفتيش في هذه المنطقة وجود عبوات ناسفة على الطريق وتم السيطرة وتفجيرها من قبل هندسة الفوج. مقاتلو اللواء أكدوا أنهم انقضوا على فلول الإرهابيين بمساندة فرق هندسة المتفجرات التي فتحت الطريق بعد معالجة العبوات الناسفة التي خلفها الإرهاب. أثناء استطلاعات في القاطع تذهب الهندسة الطرق يعني المتروكة، دائما احنا استطلاعات ويصير تفتيشها من قبل الفوج، يتم اول ما تطلع الهندسة تكشف الطريق، واثناء يعني مسيرنا بتنظيف الطريق دائما نعثر على عبوات ناسفة بكل الوسائل، مساطور، ريمونت، سباح، كل الموجودة. وبحسب مراقبين فإن التنظيم الإرهابي يحاول التوغل في المناطق المفتوحة مستغلا جميع الظروف ليضع له موطئ قدم فيها لتكون نقطة لانطلاق عملياته الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.